أنا عبر الهاتف من القاهرة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمين. مرحبا بك معنا، مرحبا بك معنا سيدة عبير. عندما نتحدث اليوم عن دول غنية بالثروات وغنية بالموارد ولكن تعاني من المجاعة وهي دول فقيرة، على ماذا اليوم نتحدث؟ أين المفارقة في الموضوع؟ طبعا مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك. اعتقد المفارقه في الموضوع ان هناك هذه الدول كثير منها بيتمتع بالموارد الطبيعيه الغنيه، ولكن السمه الرئيسيه التي تجمع ما بين هذه الدول هي وجود صراع مسلح او التعافي من اثار نزاعات مسلحه. فاذا نظرت طبعا الى الصومال، الصومال في مرحله جفاف، ولكنها ايضا يعني بتتعافى من ازمه سياسيه وصراعات دامت على اكثر من عقد من الزمان. اذا نظرنا الى شمال شرق نيجيريا او الى جنوب السودان، هناك بالفعل عدم استقرار سياسي، صراعات مسلحه طبعا في هذه في هاتين الدولتين. اما بالنسبه لليمن وهي التي نعتبرها الان اكبر ازمه انسانيه موجوده بالعالم، واكبر يعني او اسوا ازمه غذائيه مرت علينا في برنامج الاغذيه العالمي على مدار العقود الماضيه، بسبب ارتفاع نسبه الجوع وهؤلاء الذين يعانون من انعدام شديد في الامن الغذائي، بالاضافه ايضا الى ارتفاع شديد ما بين معدلات سوء التغذيه ما بين الاطفال. ونحن هنا عندما نتحدث عن اليمن في ارقام نتحدث عن 17 مليون شخص، منهم 7 ملايين شخص على حافه المجاعه. نتحدث عن على وهذه ارقام كبيره وكارثيه ايضا. سيدة عبير، كي نستغل الوقت أريد أن أسألك، ما هي السبل، ما هي الخطط اليوم، ما هي يعني الخطط الموضوعة إذا قلنا من قبلكم في برنامج الأغذية العالمي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عندما نتحدث أن 20 مليون في تلك الدول الأربع مهددون بالموت جوعا، وأن من بينهم 1,400,000 طفل فقط من ضمن هؤلاء 20 مليون. اليوم ما هي الحلول المطروحة الإسعافية إذا صح التعبير، العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الجوعى أو الذين يعانون من سوء التغذية الحاد؟ التمويل ثم التمويل ثم التمويل أهم شيء يواجه أو أهم عقبة تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية، سواء كان هذا برنامج الأغذية العالمي أو كل المنظمات التي تعمل في هذه الدول. ما نحتاجه إلى التمويل ثم التمويل ثم التمويل. للأسف أن كثير من هذه الدول خارج دائرة الضوء، على الأخص اليمن، الصومال، ربما جنوب السودان وصل إليها بعض التمويل، ولكن هذه الدول خارج دائرة الضوء، وبالتالي ليس هناك التمويل الكافي الذي يسمح لنا الوصول لمن يحتاج المساعدة بصورة سريعة. بالإضافة إلى هذا، يعني وقف إطلاق النار في بعض من هذه المناطق، تسهيل وصول عمال الإغاثة إلى هذه المناطق حتى تستطيع يعني التعامل مع الأزمة بصورة سريعة، ووقف إطلاق النار في المناطق يعني اللي هي خطوط إطلاق النار. توفير الأمن، تقصدين توفير الأمن أو الطرق الأمنة على أقل تقدير لإيصال تلك المساعدات. على كل الأحوال سأكتفي بهذا القدر من التوضيح والمعلومات. شكرا جزيلا لك يا عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.